السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. اليوم عندنا فحص، آخر فحص عندنا بالفش كونكريت، اللي هو فحص بطريقة أو جهاز الفي بي. راح نجي بداية نتعرف على تفاصيل الجهاز وآلية العمل، وبعدها نشاهد فيديو عن آلية الفحص. يعني هنا هو يعني غرض من الفحص تحديد تشغيلية الخرسانة الطرية واسطة جهاز بي بي. عادة بصورة عامة يعني هاي أهمية الجهاز، إنه يكون الخلطات الجافة من خلطات الرطبة. نبدأ على أهمية الفحص. طبعا هنا من بداية الباراجراف هذا الحد هاي النقطة، يعني بصورة حكي عام على الفحوصات اللي خلينا نقول اللي علاقة بالوركوليتي الخاصة بالفرش كونكريت. هنا أنا حسويت لكم خمس ملاحظات. الأولى منها this test، إنه هذا فحص الشطينة يقيس يعني الجهد النسبي المطلوب لتغيير كتلة الخرسانة من شكل مخروطي إلى شكل أسطواني عن طريق الاهتزاز. نعم، الملاحظة الأولى من أنا بديها زين. النقطة الثانية منها the amount of effort called the amount of effort، يعني خلينا نقول الوقت أو خلينا نقول الجهد، هذا من عبر يعني جهد، مو جهد طاقة ولا هو ستريس، لا يعني هذا الجهد هنا يكون عبارة عن محسوب قيمته بالثواني، قيمته يعني هنا مقدار خلنا نقول الجهد نعبر عليه بالثواني، قد استغرق وقت تحول من مخروط إلى سلندر. الملاحظة الثالثة the result of this test، يعني هنا شنو عدد الثواني هو يعتبر مقياس ومؤشر على نوع الخلطة. النقطة الرابعة اللي خليتها لكم ملاحظة the method is suitable for dry concrete، يعني هذا طريقة ملائمة للخلطات الجافة. يعني حسبت على تكون بالستام، كان فحص الستام ما ملائم للخلطات الجافة، لأن هي خلطة نوعا ما حظل شادة بمكانها واقفة، يعني ما بيها وركابلتي. احنا عندنا بعض الخلطات نحتاج الخلطه تكون بيها شاده، يعني ما بيها ليونه عاليه. على سبيل المثال يعني للحصر، يعني عندك مثلا المقرنص او الشتايجر، انت هذا شنو تصبه بقالب وتكبسه، بهذا القالب تريد لازم انت توخر طلع من المكبس يبقى يعني شكله مثل ما هو. هذا ما ممكن تطبيقه الا اذا كانت الخلطه مالتنا جافه. اوكي، النقطه الخامسه فور كونكريت اوف سلام از اكس اوف 50 مليمتر. زين، هنا شنو اللي يكون بيه هطول مالته اكثر من 50 مليمتر، هذا ما ممكن اجي لهذا الفحص. يعني ليش؟ راح تكون يعني الجهد يطلبه او الزمن يعني اللي يتحول بيه من مخروط الى اسطواني يكون جدا سريع، وما اقدر احصل بيه اي مؤشر. هنا يعني هاي طريقة في بي كأنه دا نسوي سلام ونسوي طريقة في بي، يعني هزاز وراس. زين، نشوف آلية الفحص مالتنا. هذا الجهاز مالتنا منين يتكون؟ تيبل هنا، هذا سلندر هنا أول شيء نشوفه، هذا سلندر نخلي بيه المادة مالتنا. وشنو الجهاز مالتنا؟ شنو تيبل هزاز، وهنا هذا الكمبريسر أو الماطور، وشوفوا هنا مربوط بقايش، هذا هنا يعني يسوي اهتزاز. وش عندنا؟
ساندا تامبينغ هود هذا اللي يرقص بيه. وعندنا لازم موقت ساعة توقيت يعني خلينا نكون لازم نبدأ الفحص نشغل الموقت مالتنا. ومجرفة التخول مجرفة أو مغرفة وهنا نشوف هذا قرص شفاف هذا هنا قرص شفاف وهنا بي يعني هنا اكو قياسات ايش قد يتحرك هنا يعطينا هنا جيتش مال القياس هذا راح نجي عليه واحد ايش راح نستعمله وين ادوات هسه حاويه اسطوانيه وجهاز الفي بي اللي بيه هزاز ومخروط مفتوح الناحيتين وستاندر تامبنج رود وستوب واتش هنا ستوب واتش المفروض تصير كلمه واحده هي موقت والتراول اللي هي مغرفة او بالعامية احنا نسميها تشمشة يعني زين الآلية مال عمل مالتنا هي شنو اول شيء نخلي المخروط اللي هو شنو هذا المخروط بالحاوية الاسطوانية ونبدي نبني المخروط باربع طبقات وكل طبقة شو تكون؟ تكون ربع من الارتفاع مالتها. كل طبقة تكون ربع. ونبدأ كل طبقة نضربها 25 ضربة. ونخلي الطبقة الثانية والثالثة والرابعة. بس لازم نراعي شغلة كلش مهمة. أنا من أرص لازم الرود مالتي ينزل للطبقة اللي جواها. أوكي؟ لازم يعني من أرص الطبقة مثلا الطبقة الثالثة. ما أرص خلني أقول حدد نهاية الثالثة لا أعبر لازم نهاية الثالثة وبعدها يعني ورا ما أكمل راح يكون عندي زايد وشنو ورا ما أخلص الطبقة الأخيرة أرفع الزايد يما خلني أقول يعني رود ماتي يعني حركة فوق المخروط ماتي أو أشيل الزايد بالمغرفة إذا أكو زايد وخلي السطح يكون مستوي لازم خلينا نقول الزايد هذا الاشيله ما خليه يوقع بالاسطوانه لازم ارفع برا زين وش اسوي اخلي اللوح الزجاجي اللي هو هذا اللوح الزجاجي وين فوق القمه مات المخروط هذا لوح الزجاجي فوق القمه مال المخروط واقيس اقول هاي النقطه اي اقيس صارت كم سنتيم كم مليم صار هنا اقول هاي هنا شنو قيمة اي واش اسوي النقطة الثالثة ارفع المخروط مالتي ارفع المخروط باتجاه الاعلى وش راح يصير عندي ورا ما رفعت اتجاه الاعلى اخلي لوح زجاجي فوق نهاية الكونكريت مالتي اعلى قيمة الكونكريت شو يكون عندي هالقراءة بي حتى أشوف هنا الفرق بين أي والبيش قيد هو هذا قيمة الهطول اللي عندي إذا كانت قيمة الهطول عندي أكثر من 50 مليم ما أكمل فحص مالتي مال بي بي ما شغل هزاز لأن راح يكون عندي غير ملائم فمن البداية أوقف خلينا نقول نقطة رابعة نحسب الفرق بين أي والبي طلع إنه ضمن السماحية أكمل فحص نقطة الخامسة أشغل الهزاز وخلي اللوح الزجاجي مالتي فوق الخرسانة شنو فائدة هنا اللوح الزجاجي من أبوع عليه اللوح الزجاجي يكون شفاف من أبوع عليه أشوفه كله من أسفل صار بيمونة تغير لونه إذا صار السطح مالتي شنو مستوي إذا شكله من صار مستوي شو معناها شنو تحول إلى اسطواني أوكي النقطة السادسة أوقف الهزاز مالتي وبالتالي حصلت على قيمة زمن الفي بي بالثواني اوكي هنا الحسابات مالتي اول شيء قلنا النقطة الاولى نسجلها انه هي اي من يكون اللوح الزجاجي فوق المخروط بعد المخروط يحتوي المونة وما ارفع المخروط اسجل قيمة في الاستام مالتي هو بي ناقص اي او اي ناقص بي المهم بالسنتيمتر
او بالمليم، سنتيمتر الليمت مالتي 5 سنتيم، اذا بالمليم 50 مليم. اوقت واحسب اجد الحسابات مالتي بالزمن كم ثانيه، هو تعطيني قيمه زمن قيمه فحص الفي بي بالثواني. هسه اقول شو نسوي، اروح نشوف الفيديو تعليمي حول الفحص. طلع من هنا هذا الفيديو التعليمي الخاص بفحص الفي بي. هنا هذا اللوح الزجاجي، وهنا رود بي جيتش بقياسات، وهنا المخروط اللي يكون داخل اسطوانه نخليه، وهذا الهزاز، وهنا على فرض انه موجود الكمبريسر. يعني هذا اللوح مالتنا، نبدي وراها نصب. يعني خلينا نقول هنا نبدا عن فحص انه مولد اوف كونكريت. هنا لوح هزاز، هنا سلندر يكون مثل هنا. طبعا يكون لازم شنو المخروط، لازم ننظفه قبل ما نشتغل، تأكد من نظافته. كذلك لوح زجاجي، يعني لازم خلينا نقول ما بيه تلسوات قديمة حتى يعني تعيق الرؤية مالتنا. نبدي هنا نخلي الخرسانة مالتنا، الأربع طبقات هنا يكون ربع، ورص 25 ضربة. هنا ورا ما كملنا شنو الزايد، اخلي هنا اللوح الشفاف واسجل قراءة. هاي شنو قراءة اي، اذا تكون عند القراءة اسجلها. هنا سجلت القراءة وما ثبت اللوح الزجاجي، ورا ارفع الاسطوانة واجيب اللوح الزجاجي اخليه وين، فوق الخرسانة مالتي، اسجل قيمة بي. طلع عندي اقل من 5 ملي كم. هنا انا اكمل الهزاز، هنا المفروض شنو تنزل الاسطوانة للنهاية، بس هنا الفيديو خلنا نقول ما موضح الامور 100%. تنزل الاسطوانة للنهاية، شو من يكون لونها كسب لون السمنت، وبالتالي شنو حصلنا على سطح اسطواني. هنا قيمة في في بالسكند، كون ثبتنا المؤقت مالتنا. هنا أنا أول قيمة هي أي اللي سجلناها، ورا ما شلنا المخروط مالتنا سجلنا قيمة بي. الإسلام أي ناقص بي أو بي ناقص أي، المهم يعني مو الفارق مالته. وهنا قيمة أول ما بدينا التشغيل هما طفينا، هو خلينا نقول بالثواني. هنا أنا كم مرة أعطيكم إياها هم وكم مرة لا، موجود عندكم بالمحاضرة. الحدود مالتي إذا مثلا شديد الجفاف يكون يستغرق وقت من 18 إلى 32 ثانية، جاسة شديد جساعة 18 إلى 10 ثانية، استف 10 إلى 5، استف بلاستيك 5 الى 3، والبلاستيك 3 الى 0 ثانية. شكرا لكم.